الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا أدا إبراهيم، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. حققت الصادرات المصرية للسوق الأفريقي زيادة بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار مقابل مليار و890 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2022. هذا وسجلت الصادرات المصرية للسوق الأفريقي خلال شهر نوفمبر 2023 نحو 149 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار في نوفمبر 2022 بنسبة تقدر بنحو 2.7%. قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق من خلال ربط بيع مادة البيتومين بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية. يؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق، والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر، حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعض البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر بإجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق. في أسواق البترول العالمية، سجلت أسعار النفط في آخر تداولاتها رسمية تراجعا بأقل من 1%، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بعد أن طغت المخاوف من تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج على الأسواق. سجلت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 78.56 دولار للبرميل متراجعة بنسبة 68%. كما سجلت العقود الآجلة للخمر الأمريكي بنسبة 73.41 دولار للبرميل منخفضة بنسبة 9.10%. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 62% لتصل إلى $2.63 للتر. هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.6% لتسجل نحو $2.52 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أصبحت روسيا في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين. تحدت روسيا العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها، وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت نحو 107 ملايين و 2000 طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل نحو 2,140,000 برميل يوميا. أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية تعرضت لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من 3 سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود. ذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن التسوق استعدادا لعيد الميلاد في وقت أبكر من المعتاد ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة بنسبة 3.2% في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة مواصلة الاجتماعات بينهما بشكل منتظم. ذكرت الخزانة الأمريكية أن الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين تضمنت مناقشات حول قضايا الاستقرار المالي وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية والتمويل المستدام والمدفوعات والبيانات عبر الحدود وجهود مكافحة غسل الأموال. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا وهبة لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.